شعبيه ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه. تشكيل النادي الاهلي النهارده بيتكون من عمرو الجندي رقم زيرو، ايهاب امين، اليكس يانج، سيف سمير، ابراهيم الجمال العائد من الاصابه ودي اول مباراه، مودي الجرحي كابتن الفريق، احمد مهيب، عبد الفضيل ابراهيم، محمود ابو النصر، احمد حمدي، واحمد حمدي عائد برضه من الاصابه مع ابراهيم الجمال، عمر طارق، حاتم البحيري. تشكيل نادي سموحه النهارده رقم 4 مهند الصباغ، رقم 7 احمد عماره، 69 شريف الدياستي، 8 عمر عزب، 9 رؤوف الصفواني، 10 احمد عزب كابتن الفريق، 11 احمد علي برغوتا، 15 مؤمن ابو العينين، 23 ابراهيم خالد، 24 ادموا ساكا المحترف الامريكي، 32 مازن المصري، و55 محمد السيد جازو. الجهاز الفني والاداري والطبي للنادي الاهلي بيتكون من الكابتن أشرف توفيق مدير فني، الكابتن سيد مصطفى مدرب عام، الكابتن أحمد الجرحي مدرب عام، الكابتن طارق الغنام المدير الإداري اللي بندعيله بالشفاء إثر تعرضه لكوفيد 19. ألف سلامة عليك يا كابتن طارق. وليد الخراط إداري، أحمد عادل طبيب، أكرم محمد أخصائي، علاء لطفي إحصاء، محمد عيسى مدلك، نادر خزام تغذية، علاء العشري مخطط أحمال، وحامد الكأس مهمات. حكام مباراة اليوم، حكمنا الدولي الحكم الأول محمود إبراهيم، حكم تاني محمود جمال، حكم ثالث مروان فتحي، مسجل حبيبة خالد بن عيسى، مقاطي آية خالد، 24 ثانية إسلام عصمت، مساعد مسجل عمر عزب، مراقب المباراة حكمنا الدولي السابق الكابتن محمد يونس. بدأت المباراة والنادي الأهلي بادئ بتشكيل مكون من سيف سمير، مودي الجرحي، إيهاب أمين، عمرو الجندي، والمحترف أليكس يانج. نادي سموحة بادئ النهاردة بتشكيل مكون من 55 اللاعب محمد السيد جازو، 24 أدموا ساكا المحترف الأمريكي، 8 عمر عزب، ورقم 9 رؤوف الصفواني. الكرة مع عمرو الجندي، عمرو الجندي لأليكس أوتسايد، ما يمسكهاش أليكس، أوتسايد لصالح سموحة، إبراهيم خالد لأدموا ساكا مع أليكس لجازو، جازو يلمها رؤوف الصفواني، وخطأ شخصي، خطأ شخصي على رقم 4 من النادي الأهلي إيهاب أمين، رميتين حرتين للاعب رؤوف الصفواني. الرمية الحرة الأولى جوه الباسكت، وأول بونت في المباراة لنادي سموحة بعد مرور 51 ثانية من أحداث الفترة الأولى. رؤوف يحرز الرمية الثانية، مودي الجرحي، أليكس يانج، سيف سمير، عمرو الجندي يعمل له سكرين سيف سمير، وثري بوينت، 3 بوينت جوه الباسكت، عمرو الجندي، واول 3 بونت في المباراه للنادي الاهلي. اول رميه ثلاثيه، ادموا، جازو، عزب، ويقطعها ستيل ايهاب امين، تضيع من ايهاب، يلمها رؤوف لادموا، عمر عزب، 3 بوينت جوه الباسكت، عمر عزب، مودي الجرحي، أليكس لمودي الجرحي، نادي سموحة بيلعب مان تو مان، سيف سمير، عمرو الجندي بيعمل له سكرين لأليكس، و 3 بوينت أليكس، وجوه الباسكت، جوه الباسكت، 6-5 لصالح النادي الأهلي، 6-5 لصالح النادي الأهلي. أدموا نادي سموحة، الهجمة مع نادي سموحة، جازو ل
ابراهيم خالد لعمر وبلوك بلوك من سيف سمير بلوك من سيف سمير ايهاب امين وخطأ شخصي على لاعب سموحه رقم 9 اللاعب رؤوف الصفاني اوتسايد من الحد الجانبي للنادي الاهلي مودي الجرحي لإيهاب أمين لمودي لعمرو الجندي سكرين من سيف وتتقطع من جازو عمر عزب وخطأ شخصي على عمرو الجندي مع لاعب سموحة إبراهيم خالد أوتسايد لصالح نادي سموحة من الحد النهائي للملعب وادي في تغيير لنادي سموحة بينزل أحمد عزب كابتن فريق سموحة وبيخرج اللاعب رؤوف الصفاني أوتسايد لصالح سموحة عزب حاولت الدخول على الباسكت وجازو يلمها عمرو الجندي لإيهاب أمين لعمرو الجندي مان تو مان من نادي سموحة وخطأ شخصي على أدام واساكا المحترف الأمريكي لنادي سموحة أوتسايد من الحد الجانبي للنادي الأهلي مودي الجرحي أليكس يانج أليكس سكرين من سيف سمير تتقطع ستيل من إبراهيم جمال لعزب كبير 3 بوينت ما تجيش يلمها عمرو الجندي فاست بريك مودي الجرحي أليكس يانج محاولة الدخول يقطعها عزب ستيل برافو يا ولد وباسكت لنادي سموحة إبراهيم خالد 7-6 لنادي سموحة فات 3 دقايق و35 ثانية الهجمة مع النادي الأهلي سيف سمير إيهاب أمين لمودي الجرحي وباقي 5 ثواني على نهاية الهجمة للنادي الأهلي إيهاب أمين وبيشوط إيهاب أمين وكرة في اللعب 24 ثانية هجمة النادي سموحة أدام واساكا سكرين من جازو أدموا ينزلها يقطعها أب أمين جود ستيل يا ولد مودي الجرحي عمرو الجندي كيك أوت لأب أمين لمودي الجرحي 3 بوينت جوه الباسكت 9-7 لصالح النادي الأهلي هجمة مع نادي سموحة عمر عزب أدموا لأحمد عزب ومحاولة الدخول فلتريشن جوه الباسكت تعادل 9-9 مودي الجرحي اللي بيشاور على التكتيك اللي اتلعب إيهاب أمين لسيف سمير اللي خد بوزيشن تحت الباسكت برافو يا سيف خد الراجل في ظهره استلم الكورة لف على الباسكت وخطأ شخصي على محمد السيد جازو لاعب نادي سموحة يستوجب رميتين حرتين سيف سمير الرمية الحرة الأولى جوه الباسكت 10-9 لصالح النادي الأهلي الرمية الحرة الثانية سيف سمير جوه الباسكت برافو يا سيف 11-9 لصالح النادي الأهلي عمر عزب النادي الأهلي بيلعب مان تو مان فرقتين بيلعبوا مان تو مان من أول الجيم جازو سموحة أحمد عزب سموحة محاولة ستيل من مودي الجرحي تطلع أوتسايد 5 ثواني على نهاية الهجمة لنادي سموحة اوتسايد من الحد الجانبي
محمد السيد جازو، كابتن محمود ابراهيم حكمنا الدولي بيسلموا الكوره. ادامو ساكا ومحاوله الدخول على الباسكت لمحمد السيد، 3 بوينت جوه الباسكت في اخر ثانيه، في اخر ثانيه لعبه الثواني، لعبه الثواني، لعبه كره السله، لعبه الثواني يا جماعه، لحد اخر ثانيه في المباراه ما تعرفش مين الفرقه اللي ممكن تكسب. الجيم بيفضل رايح جاي رايح جاي بين الفرقتين، وفي الاخر ما تعرفش مين اللي هيكسب. مودي الجرحي و3 بوينت، مودي الجرحي شاط 2 جاب 2، 14 11 لصالح النادي الاهلي. باقي 4 دقائق و7 ثواني على نهايه الفتره الاولى. ابراهيم، ابراهيم خالد لعمر عزب، عمر عزب مان تو مان بريشر من النادي الاهلي، كيك اوت شوطه وثلاثة بونت، ثلاثة بونت من ابراهيم خالد جوه الباسكت. في خطأ في السكور على اللوحة. عمرو الجندي كيك اوت يقطعها عمر عزب، فاست بريك، فاست بريك، ادامو ساكا، ادامو ساكا، وخطأ شخصي على أليكس يانج المحترف الأمريكي. كاونت وان مور، وان مور، رمية إضافية لصالح نادي سموحة، وبيحتسب الحكم الدولي مروان فتحي خطأ على أليكس يانج. رمية إضافية، أدموا، أدموا ساكا جوه الباسكت، 17 14 لصالح سموحة، 3 دقائق و29 ثانية على نهاية الفترة الأولى. إيهاب أمين، إيهاب أمين جوه الباسكت يا إيهاب، برافو يا إيهاب، برافو يا إيهاب. الهجمة مع سموحة، عمر عزب، عمر عزب، دفاع مان تو مان من النادي الأهلي، كيك أوت إبراهيم، إبراهيم خالد وما تجيش يلمها، عمر عزب جوه الباسكت، جوه الباسكت، بوكس أوت يا إيهاب، بوكس أوت، بوكس أوت، عشان نلم الكرة ونطلع تاني هجمة. أليكس يانج لسيف سمير لمودي الجرحي، مودي الجرحي، وخطأ مهاجم على مودي الجرحي، فورسينج، بيصفروا الكابتن محمود إبراهيم، وادي مودي بيقول له لأ، خطأ شخصي على مودي، فورسينج، خطأ مهاجم. الهجمة مع نادي سموحة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة جوه صالة النادي الأهلي بتتطبق، بيتطبق لوائح كرة السلة اللي أقرها الاتحاد المصري لكرة السلة منذ مباراة سموحة والزمالك اللي حصل فيها أحداث شغب من بعض الجماهير. صالة النادي الأهلي النهاردة فاضية، صالة فاضية خالص، وتايم أوت، تايم أوت يطلبه الكابتن أشرف توفيق بعد ما شاف إن السكور ارتفع لصالح نادي سموحة 21 16، دقيقتين و27 ثانية، دقيقتين و27 ثانية على نهاية الفترة الأولى. كنا بنقول لحضراتكم إن جميع الإجراءات وتطبيق لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة بتتطبق داخل صالة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. المدرجات فاضية، مفيش أي حد حاضر المباراة غير الفريقين والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والأستاذ العقيد أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة والمشرف العام على كرة السلة. ينتهي التايم اوت اللي زمنه دقيقة اللي طلبه كابتن أشرف توفيق. هنشوف بعد التايم اوت ايه اللي اتقال من الكابتن أشرف توفيق لفرقته عشان نعوض فرق الخمسة بونت، واللي اتقال من الكابتن عمرو المطراوي المدير الفني أيمن المطراوي، آسف، المدير الفني لنادي سموحة، اللي معاه النهارده الأستاذ أحمد عبد اللطيف رئيس جهاز،
كابتن احمد عبد المطلب مدرب عام، كابتن مصطفى محمد مصطفى رزق مدرب، كابتن محمد جمال مخطط احمال، مروان النجار علاج طبيعي، محمد عبد الرازق مدلك، انس فهمي محلل اداء، كابتن محمد زكريا مدير اداري، حماده عبد العزيز مصور ومهمات. الهجمه مع النادي الاهلي، سيف سمير كيك اوت لايهاب امين، 3 بوينت جوه الباسكت، ايهاب امين جوه الباسكت، جوه الباسكت ايهاب امين، 21-19 زي ما حضراتكم شايفين. كابتن محمد يونس مراقب المباراه بيتكلم مع الجهاز الفني للنادي الاهلي، وادي كابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي بيتكلم مع كابتن محمد يونس. عوده للمباراه وخروج لسيف سمير ونزول عمر طارق. عمر طارق احد الصفقات الحديثه للنادي الاهلي، في اي توقف هنبقى نقول لحضراتكم نتائج النادي الاهلي ونتائج نادي سموحه. ادموا ساكا سموحه، ادموا ساكا وبينزل من سموحه مهند الصباغ، مهند الصباغ احمد عزب، احمد عزب 3 بوينت وخطا شخصي، خطا شخصي على عمر طارق. حكمنا الدولي محمود جمال بيقول له انت زقيته. اوتسايد لصالح نادي سموحه للبيز لاين، مهند الصباغ و بيطالب لاعبي سموحه وجهازهم برميتين حرتين لتجاوز النادي الاهلي عدد الاخطاء الشخصيه في الفتره الاولى. رميتين حرتين جازوا على التنفيذ. 21-19 لصالح نادي سموحه، يحرز الرميه الاولى. 22-19 متبقي دقيقه و55 ثانيه على نهايه الفتره الاولى. جازو يلمها عمر طارق، هجمه للنادي الاهلي، مدي الجرحي أليكس يانج هاب امين لعمر طارق وخطا شخصي على محمد السيد جازو من نادي سموحه، الخطا الشخصي الثاني اللي بيستوجب رميتين حرتين لتجاوز نادي سموحه عدد الاخطاء الشخصيه في الفتره الاولى. أربع أخطاء شخصية وبينزل أبو النصر، بينزل محمد أبو النصر وبيخرج عمرو الجندي. عمر طارق يضيع الرمية الأولى، الرمية الحرة الثانية عمر طارق، يلا يا عمر يضيع الرمية الثانية. هجمة النادي سموحة، مهند الصباغ مع إيهاب أمين ومانتومان من النادي الأهلي، مانتومان وترابات. أدموا ساكا جوه الباسكت اتضرب الترابات اللي النادي الأهلي كان بيحاول يعمل تراب على الصيد، اتضربت. هجمة لنادي سموحة جوه الباسكت، أبو النصر مدي الجرحي، في معركة يا جماعة تحت الباسكت، عمر طارق ومازن المصري، معركة دوفوتات. إيهاب أمين وجوه الباسكت 3 بوينت، 25-24 لصالح النادي الأهلي، دقيقة بالظبط الهجمة مع نادي سموحة. أحمد عزب لمازن المصري لأدموا ساكا، ميديام شوت جوه الباسكت، إيهاب أمين مودي الجرحي، 44 ثانية، إيهاب أمين ودفاع مان تو مان من نادي سموحة، كيك أوت من إيهاب أمين لمودي الجرحي، 3 بوينت، يلا يا مودي التالتة يا مودي مودي الجرحي بيقدم مباراة النهاردة يا جماعة عالية جدا
ثلاثة 3 بوينت منهم ثلاثة، راجل شاط ثلاثة جاب ثلاثة. موفق يا مودي، موفق يا مودي. 26 25 حتى الآن لصالح نادي سموحة، 31 ثانية والنادي الأهلي بيلعب مان تو مان بطول الملعب، مان تو مان بطول الملعب. مودي الجرحي وتراب، مودي الجرحي وأليكس، مهند مهند أدمواسي أدموا أدموا ساكا لمهند الصباغ، لسه بيقول له لسه عايز يلعب في آخر الهجمة، بس النادي الأهلي ليه هجمة يا جماعة. ثلاث ثواني، ثانيتين، ثانية، مهند مهند جوه الباسكت، خمس ثواني. يلا يا مودي، يلا يا مودي لأليكس، أليكس أليكس أليكس، وشاط الكورة بعد الصفارة. تنتهي أعزائي المشاهدين الفترة الأولى بتقدم نادي سموحة. نعود تاني لحضراتكم لنقل أحداث الفترة الثانية من مباراة الدوري الممتاز رجال النادي الأهلي وكرة السلة، النادي الأهلي ونادي سموحة. 12 من الدور الثاني للمرحلة الترتيبية للدوري الممتاز اللي بيحتل فيها النادي الأهلي قبل المباراة دي المركز الرابع برصيد 17 نقطة، وبيحتل نادي سموحة المركز السادس برصيد 13 نقطة. دوري السلة مولع يا جماعة السنة دي، 8 فرق بيلعبوا بعض، الأهلي يكسب الزمالك، الزمالك يكسب الجزيرة، الجزيرة تكسب الزمالك، لحد آخر ثانية في كل مباراة ما تعرفش مين من الثمان فرق هيكسب الفرقة الثانية. دوري كرة السلة يعتبر من أقوى الدوريات في الألعاب الجماعية في مصر. نبدأ أحداث الفترة الثانية، هجمة مع نادي سموحة، مهند الصباغ ليه مازن أدموا أدموا 3 بوينت 3 بوينت أدموا أدموا بيشوت يا جماعة، الراجل ده الراجل ده بيشوت يا جماعة. مودي الجرحي 31 25 نادي سموحة. أبو النصر لعمر طارق تحت الباسكت، تحت الباسكت، عمر 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 طارق، عمر طارق ما يجيبهاش، يلمها يلمها إبراهيم خالد. هجمة مهند الصباغ، عزب أحمد عزب لأدموا لمهند الصباغ، سكرين من مازن يقطعها مودي الجرحي، عمرو الجندي فاست بريك فاست بريك، إيهاب أمين إيهاب أمين إيهاب أمين إيهاب أمين، وجوه الباسكت إيهاب أمين. 31 27 لنادي سموحة، فات دقيقة بالظبط من الفترة الثانية. أدموا أدموا ودروب من أبو النصر اللي قطع الكورة ستيل لإيهاب أمين لعمرو الجندي لمودي الجرحي الموفق النهارده، مودي الجرحي عمرو الجندي عمرو الجندي لعمر طارق، عمر طارق جوه الباسكت، دانك من عمر طارق. هجمة لنادي سموحة، مهند مع أبو النصر مع أبو النصر، برافو أبو النصر، أبو النصر من الناس الديفندرات الجامدة جدا في مصر. مازن يلمها أبو النصر، هجمة مع النادي الأهلي، إيهاب أمين يعدي إيهاب أمين يعدي إيهاب أمين، كيك أوت لمودي الجرحي و 3 بوينت ما تجيش، يلمها مودي الجرحي تاني، وخطأ شخصي على اللاعب رقم 32 مازن المصري من نادي سموحة. أوتسايد من الحد الجانبي للنادي الأهلي، ويخرج من نادي سموحة إبراهيم خالد وينزل أحمد عمارة. أبو النصر أبو النصر لعمر طارق، عمر طارق تاني، عمر طارق عمر طارق جوه الباسكت، و عمر طارق ومازن المصري احتكاك بسيط تحت الباسكت. بقول لحضراتكم يا جماعة في معركة تحت الباسكت، اتنين لعيبة أجسامهم جامدة جدا، كل واحد فيهم عايز يجيب باسكت والتاني عايز يدافع، في معركة تحت الباسكت. وتكنيكال فاول، خطأ فني على عمر طارق يستوجب رمية حرة لنادي سموحة
واوتسايد على التنفيذ مهند الصباغ. مهند الصباغ يحرز الرامية 32-31 32-31 اوتسايد للحد النهائي للملعب لنادي سموحة. احمد عزب كابتن ايمن المطراوي بيلعب باتنين بوينت جارد في الملعب. عزب مهند الصباغ وعمارة سكرين. عمارة عمارة للصباغ. الصباغ نادي الاهلي بيلعب زون. عمرو الجندي يقطعها. عمرو الجندي كنت ستيلي عمرو وجوه الباسكت بره. فاول فاول خطا شخصي على مهند الصباغ. كاونت يا جندي كاونت يا عمرو. لازم ناكد الباسكت. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي عمرو الجندي يلا يا عمرو يحرز الرمية الأولى 32-32 عوض النادي الأهلي عوض فرق الستة بونت. يضيعها الثانية عمرو الجندي. مهند الصباغ نادي سموحة الهجمة مع نادي سموحة. عمارة أدموا لمازن مازن مازن يضيعها لإيهاب أمين. فاست بريك يلا يا إيهاب يلا يا إيهاب. بنتريشن اوتسايد كيك اوت عمرو الجندي عمرو الجندي بنتريشن عمرو الجندي لعمر طارق عمر طارق عمر طارق دانك من عمر طارق اللي لسه واخد خطا فني والخطا الفني الثاني على عمر طارق اللي اعتقد انه هيستبعد من المباراه. الخطا الشخصي الثالث اثنين تكنيكال فاول استبعاد لعمر طارق من المباراة. حكم المباراة حكمنا الأول محمود إبراهيم. بس المفروض يا جماعة كرة زي دي أنا مفروض أحذر الناس أحذر اللعيبة هنا أو هنا لأنها تكررت كذا مرة على مدار الفترة الأولى إن بعد الباسكت لعيب بيلمس الكرة أنت مفروض تحذر. مش هنتكلم يا جماعة عن التحكيم لكن اللي بنشوفه ان الكرة من المفروض على حكم المباراة اولا انه يحذر اللاعبين ان بعد الباسكت محدش يلمس الكرة لانك بتعطل فاست بريك للفرقة التانية. تكنيكال فاول على عمر طارق اللي تم استبعاده خارج المباراة لحصوله على اثنين خطأ فني اثنين تكنيكال فاول. وزي ما حضراتكم شايفين كابتن اشرف توفيق اللي بيتكلم مع كابتن محمود ابراهيم بيقول له نفس الكلام اللي بنقوله مفروض تحذر الناس الاول تحذر الناس وبعد كده تبتدي تدي تكنيكال فاول. سبع دقائق وست ثواني من الفترة الثانية 34-32 لصالح النادي الأهلي. هيأثر يا جماعة هيأثر يا جماعة خروج عمر طارق هيفرق لكن رجالة النادي الأهلي عبد الفضيل وسيف سمير وأليكس يانج يقدروا يشيلوا المباراة. مباراة كبيرة يا جماعة زي ما بنقول لحضراتكم مباريات كرة السلة ما تعرفش مين الفرقة اللي هتفوز لحد نهاية المباراة ولحد آخر ثانية في المباراة. مباراة الدور الأول اللي اتلعبت في صالة نادي سموحة بالأسكندرية فاز فيها نادي سموحة على النادي الأهلي 85-83 و زي ما حضراتكم شايفين عمرو الجندي في مشكلة في البورد
اللي بيشوط عليه النادي الاهلي. امال الصاله اللي بيظبطوا البورد قبل المباراه النهارده على نفس الصاله كان بيلعب نجوم الماسترز من النادي الاهلي مع بتروجيت، وقدروا ان هم يتغلبوا على بتروجيت 3-0 وتصدروا بطولة الدوري الممتاز للكرة الطايرة. نفس الكلام عندنا في كرة اليد سيدات، النهاردة حصل فريق كرة اليد سيدات بقيادة الكابتن يحيى يوسف المدير الفني على بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على نادي الشمس 22-19. ألف مبروك للكابتن يحيى يوسف وجهازه ومزيد من البطولات إن شاء الله. خطأ فني على عمر طارق، مهند الصباغ يضيع الرمية. نعود تاني لمباراتنا والفترة التانية اللي فات اللي باقي فيها 7 دقايق و6 ثواني، 34-32 لصالح النادي الاهلي. وما ننساش ان تشكيل النادي الاهلي نقص لعيب، ولعيب مهم جدا 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 تحت الباسكت عمر طارق اللي خد خطأين فني وخرج، تم استبعاده من المباراة. النادي الاهلي بيلعب مان تو مان تراب عمرو الجندي ويلمها ايهاب امين. ايهاب امين من مازن المصري، ايهاب امين وشوت على الباسكت، ميديام شوت جوه الباسكت. برافو يا ايهاب، برافو يا ايهاب، برافو يا ايهاب. تايم اوت، تايم اوت يطلبه الكابتن ايمن المطراوي المدير الفني لنادي سموحه عشان يتدارك فرق الاربع نقاط والفوقه اللي عند لاعبي النادي الاهلي. برافو يا شباب. 36-32 لصالح النادي الاهلي. في نفس اليوم النهارده في الجوله ال 12 من الدور الثاني من المرحلة الترتيبية للدوري الممتاز بتقام 4 مباريات من العيار الثقيل، سبورتنج والزمالك، واللي انتهت منذ قليل بفوز الزمالك 74-61، والمصرية للاتصالات والجيش، الاتحاد السكندري والجزيرة اللي بيتلعب صراع الصدارة النهاردة، مباراة الصدارة ما بين الاتحاد والجزيرة اللي كل فريق منهم عنده 20 نقطة. الزمالك اصبح رصيده 19 نقطه بعد الفوز على سبورتنج، سبورتنج اللي ارتفع رصيده ل 17 نقطه في المركز الخامس. بتقام في نفس التوقيت اللي بتقام فيه مباراه الاهلي وسموحه اللي بنذاعها لحضراتكم، مباراه الاتحاد السكندري والجزيره في صاله الاتحاد بالاسكندريه. ينتهي التايم اوت اللي طلبه الكابتن ايمن المطراوي بعد تقدم النادي الاهلي 36-32. اوتسايد احمد عماره. احمد عماره يا جماعه كان من ناشئي نادي الاولمبي وجه النادي الاهلي في الناشئين ولعب في الدرجه الاولى مع النادي الاهلي. ايهاب امين ستيل، ستيل ايهاب امين، وخطا شخصي، خطا شخصي على عمر عزب يستوجب رميتين حرتين، رميتين حرتين للنادي الاهلي. ايهاب امين على التنفيذ. بيسلم عليه عمرو الجندي كده بيشجعه. زي ما قلنا لحضراتكم وزي ما حضراتكم شايفين في الشاشات ان الصاله، صالة الأمير عبد الله الفيصل اللي بتقام عليها المباراة في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، مفيش أي حد جوه المباراة إلا أعضاء مجلس إدارة الناديين ولاعبي الفريقين وحكام المباراة طبقا لقرارات الاتحاد المصري لكرة السلة. النادي الأهلي بيلعب بريس 2-1-2 بطول الملعب ويرجع على زون 2-3. عمارة أدمواساكا المحترف الأمريكي لنادي سموحة
مازن، مازن اللي بيلعب على الباسكت، عبد الفضيل يلمها عبد الفضيل لعمرو الجندي، عمرو الجندي، عمرو الجندي، وشوطة 3 بوينت عمرو الجندي. ماكينة الثلاثيات، ماكينة الثلاثيات عمرو الجندي يا جماعة. يخرج مودي الجرح وينزل حاتم البحيري في مركز صانع الألعاب. حاتم البحيري اللي بيمتاز بالدفاع الجيد أكيد، نزل أشرف توفيق في حاجة هينفذها. وادي النادي الأهلي بيلعب بريس بطول الملعب، 2-2-1. عمارة نادي سموحة يعدي المنطقة الأمامية، عمر عزب لمؤمن أبو العينين، مؤمن أبو العينين، رؤوف لعمارة، شوطة 3 بوينت يلمها، ريباوند، ريباوند إيهاب أمين، من حاتم البحيري لإيهاب أمين، إيهاب أمين لعمرو الجندي، عمرو الجندي الهجمة مع النادي الأهلي، إيهاب أمين وبيلعب على الباسكت، إيهاب أمين فاول كاونت ورمية إضافية، إيهاب أمين يلا يا إيهاب، يلا يا إيهاب فوق الناس، إيهاب أمين جوه الباسكت ورمية إضافية، خطأ شخصي على لاعب نادي سموحة رقم 15 مؤمن أبو العينين اللي لسه نازل، رمية حرة إضافية لإيهاب أمين النادي الأهلي، 43-32 لصالح النادي الأهلي، فرق 11 بونت، باقي 5 دقايق و19 ثانية على نهاية الفترة الثانية. إيهاب أمين، إيهاب أمين، إيهاب أمين وبره الباسكت يلمها عمر عزب، هجمة النادي سموحة، عمارة، عمارة، عمر عزب، مؤمن و 3 بوينت من مؤمن يلمها عبد الفضيل، وها فاست بريك للنادي الاهلي، ايهاب امين لحاتم البحيري، بنتريشن كيك اوت، ابو النصر، ابو النصر، ابو النصر بنتريشن وجوه يلمها، يلمها عبد الفضيل، برافو عبد الفضيل، عبد الفضيل وخطا المشي بالكوره، ووك، ووك على عبد الفضيل، خطا المشي بالكوره يحتسبه الحكم الدولي محمود جمال. هجمة النادي سموحة، مؤمن من عمر عزب لمؤمن، ونزل شريف الدياستي وخرج مازن المصري، شريف الدياستي ابن من أبناء النادي الأهلي، هو وشقيقه رامي الدياستي، 3 بوينت، 3 بوينت، مؤمن أبو العينين اللي بيقلص الفارق ل 43-35 لصالح النادي الأهلي، بريس من نادي سموحة بطول الملعب، أبو النصر، حاتم البحيري 3 بوينت وإير بول بره الباسكت، وادي تغيير خارج إيهاب أمين اللي مقدم مباراة جيدة، وينزل أحمد مهيب ماكينة الثلاثيات القادم للنادي الأهلي من نادي سبورتنج هذا الموسم، عمر عزب من نادي سموحة لمؤمن، مؤمن أبو العينين، مؤمن 10 ثواني على نهاية الهجمة، وباسكت جوه الباسكت، رؤوف الصفاني، عمرو الجندي للنادي الأهلي، ومحاولة الدخول على الباسكت، عمرو الجندي، عمرو الجندي، وخطأ شخصي على عمر عزب، الخطأ الشخصي الثاني على لاعب نادي سموحة عمر عزب، رميتين حرتين لعمرو الجندي، 43-37 لصالح النادي الأهلي، 3 دقائق و48 ثانية على نهاية الفترة الثانية. عمرو الجندي، عمرو الجندي ما يتوفقش، عمرو الجندي في الرمية الحرة الأولى، يلا يا عمرو، يلا يا عمرو، جوه الباسكت، جوه الباسكت، 44-37 يلا يا رجالة، يلا يا رجالة، فرقة النادي الأهلي يا جماعة من بداية الدور الثاني في المرحلة الترتيبية في حالة من الفوقان ما بين اللاعبين
وعودة المصابين اللي كان ليها أثر كبير جدا 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 على نتائج الفريق خلال مباريات الدور الثاني، زي ما شفنا في مباراة الجزيرة خطأ شخصي على لاعب نادي سموحة مؤمن أبو العينين. لا يا جماعة، خطأ شخصي على اللاعب رقم 8 من نادي سموحة عمر عزب، يستوجب رميتين حرتين لصالح النادي الأهلي. نادي سموحة تخطى الأربع أخطاء شخصية في الفترة الثانية، فمن حق النادي الأهلي لما يتحسب له أي خطأ شخصي يشوط رميتين حرتين. أبو النصر على التنفيذ، 44-37 أبو النصر يحرز الرمية الأولى، يحرز الرمية الأولى أبو النصر ويحرز الرمية الثانية. برافو يا أبو النصر. هجمة مع نادي سموحة، مؤمن لرؤوف الصفواني، لمهند الصباغ، لعمارة، وخطأ شخصي على أبو النصر، الخطأ الشخصي الأول و أوتسايد من الحد الجانبي. لسه النادي الأهلي ما تجاوز الأربع أخطاء شخصية، ثلاث أخطاء شخصية بس أوتسايد لصالح نادي سموحة. زمن الهجمة هيبقى 14 ثانية للهجمة. مؤمن، مهند محاولة الدخول، كيك أوت لشريف الدياستي، بنتريشن شريف الدياستي، وبلوك من عفاضيل اللي لمها تاني شريف الدياستي جوه الباسكت. حاتم البحيري 46-37 عمرو الجندي لأبو النصر لحاتم البحيري، و 3 بوينت ما تجيش، يلمها شريف الدياستي، مهند الصباغ لنادي سموحة، عمارة، نادي الأهلي بيلعب زون ديفنس، عمارة 3 بوينت عمارة ما تجيش، يلمها عبد الفضيل، برافو على فضيل، حاتم البحيري لأبو النصر، لحاتم البحيري، لعمرو الجندي، لعبد الفضيل، وخطأ شخصي ما بيحتسبهاش. كاونت يا جماعة، الراجل استلم الكرة ولعب على الباسكت، خد خطأ شخصي. بيقول حكمنا الدولي مروان فتحي اللي احتسب الخطأ الشخصي انه لعب الكرة بعد صفارة او في خطأ. رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي على التنفيذ، عبد الفضيل ابراهيم يحرز الرمية الاولى، 47-39 لصالح النادي الاهلي. الرمية الحرة الثانية عبد الفضيل، 48-39، 9 بونت لصالح النادي الاهلي، دقيقتين بالظبط على نهاية الفترة الثانية. هجمة مع نادي سموحة، رؤوف الصفواني، سكرين من شريف الدياستي، مؤمن ابو العينين، شريف الدياستي، وخطأ شخصي على احمد مهيب يحتسبه حكمنا الدولي محمود جمال. رميتين حرتين لان الراجل كان بيلعب على الباسكت، وده الخطأ الشخصي الرابع في توتال الاخطاء على النادي الاهلي. شريف الدياستي يحرز الرمية الأولى، 48-40 لصالح النادي الأهلي. شريف الدياستي الرمية الثانية برة، يلمها عبد الفضيل، برافو عبد الفضيل. حاتم البحيري، أبو النصر لعمرو الجندي اللي بيخش على الباسكت، عمرو الجندي يحرز رميتين، 48-40 لصالح النادي الأهلي، دقيقة و30 ثانية على نهاية الفترة الثانية. يقطع عمرو الجندي، جود ستيل يا ولد، جوه الباسكت، تايم أوت يطلبه الكابتن أيمن المطراوي المدير الفني لنادي سموحة. برافو يا عمرو، برافو يا رجالة،
52 40 لصالح النادي الاهلي 12 بونت دقيقه و20 ثانيه على نهايه الفتره الثانيه. زي ما قلنا لحضراتكم هنقول لكم النتائج في التوقفات. بيحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الاول في المرحله في الدور الثاني للدور الثاني المرحله الترتيبيه ب 20 نقطه بعد لعبه 11 مباراه فاز 9 مباريات وتهزم 2 وعنده النهارده مباراه مع نادي الجزيره بتقام في نفس التوقيت اللي بتقام فيه مباراه النادي الاهلي. نادي الجزيره لعب 11 مباراه فاز 9 وتهزم في 2 نقطه 20. الزمالك لعب 12 مباراة النهاردة فاز 9 يتهزم في 3 نقطه 19 نقطه 21 آسف عنده 19 نقطة بعد فوز النهاردة بقى عنده 21 نقطة مؤقتا. يحتل نادي الزمالك المركز الأول حتى انتهاء مباراة الجزيرة والاتحاد. ينتهي التايم اوت اللي طلبه الكابتن ايمن المطراوي المدير الفني لنادي سموحة. بنعود تاني لاحداث المباراة اللي اشتعلت في فترتها التانية. فوقان من لاعبي النادي الاهلي وظهور جيد لبعض اللاعبين من النادي الاهلي. هجمة مع نادي سموحة. رؤوف الصفواني، مؤمن ابو مهند، مؤمن ابو العينين لمهند الصباغ لمؤمن ابو العينين 3 بوينت يلم عمرو الجندي. يلا يا جندي، يلا يا حاتم. فاست بريك. هجمه مع النادي الاهلي دقيقه وثلاث ثواني على نهايه الفتره الثانيه. احمد مهيب وزون 2 3 من نادي سموحه. 10 ثواني على نهايه الهجمه. عمرو الجندي لحاتم البحيري. حاتم البحيري اللي قطع من البيز لاين علقها له عمرو الجندي في لعبه متكرره من لاعبي النادي الاهلي بيكررها كتير عمرو الجندي مع عمر طارق اللي غادر المباراه. مؤمن من نادي سموحه. ريباوند من النادي الاهلي واوت سايد على مؤمن ابو العينين من نادي سموحه. اوت سايد للنادي الاهلي 26 ثانيه. يخرج مؤمن ابو العينين وينزل ادامو ساكا المحترف الامريكي لنادي سموحه. اخر هجمه 26 ثانيه. تايم اوت يطلبه الكابتن اشرف توفيق. التايم اوت الثاني كل مدير فني ليه 2 تايم اوت بيطلبهم يا اما في الكوارتر الاولاني متتاليين او واحد في الكوارتر الاولاني او واحد في الكوارتر الثاني او الاثنين في الكوارتر الثاني زي ما يشوف وعلى حسب مجريات المباراه وعلى حسب المتطلبات الفنيه لكل مدير فني. 26 ثانيه. 54 40 لصالح النادي الاهلي. 54 40 لصالح النادي الاهلي فتره الثانية. 26 ثانية اشتعلت المباراة وزي ما حضراتكم شايفين في تفوق واضح من لاعبي النادي الاهلي اللي مصممين يا جماعة على الفوز. لاعبي النادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم من بداية الدور الثاني واكتمال شفاء جميع المصابين المستوى الفني للفريق اختلف مع تتابع المباريات ومع الضغط المباريات بتحصل إصابات في الفرقة. لكن مع رجوع الإصابات ابتدى يظهر المستوى الحقيقي للاعبي النادي الأهلي. حاتم البحيري عمرو الجندي لحاتم البحيري 18 ثانية. آخر هجمة عمرو الجندي ونزل أليكس يانج المحترف الأمريكي. يلا أبو كايرو. عمرو الجندي 5 ثواني على نهاية الهجمة. عمرو الجندي كيك اوت لأحمد مهيب مالك الثلاثيات يضيع مهيب وتنتهي أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الثاني بتقدم النادي الأهلي 54 40 على نادي سموحة. نترك حضراتكم مع
استوديوهاتنا من قناة الأهلي مع كابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن محمد السلعاوي. أثرهم استبعد من المباراة طبقا لقانون كرة السلة اللي بينص ان اللاعب اللي بياخد 2 خطأ فني يتم استبعاده من المباراة. يعني تشكيل النادي الأهلي النهاردة خسر عمر طارق. هنبدأ أحداث الفترة الثالثة. هيبدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من أحمد مهيب، حاتم البحيري، إيهاب أمين، عبد الفضيل، وعمر الجندي. حاتم البحيري، أحمد مهيب، أحمد مهيب بنتريشن كيك أوت لإيهاب أمين في البيز لاين، وخطأ شخصي على لاعب نادي سموحة رقم 55 محمد السيد جازو. الخطأ الفني الثالث، الخطأ الشخصي الثالث. أوتسايد الحد النهائي للنادي الأهلي من البيز لاين، حاتم البحيري لإيهاب أمين اللي بيحاول ينزلها إنسايد لعبد الفضيل، يقطعها جازو. أوتسايد تاني للنادي الأهلي، عمرو الجندي، عمرو الجندي بنتريشن لعبد الفضيل اللي بيهوش. برافو يا عبد الفضيل، نقطتين للنادي الأهلي. 56-40 بيظهر بمستوى جيد النهاردة عبد الفضيل بعد خروج عمر طارق. قافل الحتة اللي تحت الباسكت، ريباوند في الديفنس وفي الأوفنس. أداموا ساكا بنتريشن، يقطعها حاتم البحيري ستيل. حاتم البحيري من مهيب لحاتم البحيري لعمر الجندي اللي دايس على الحد النهائي للملعب. أوتسايد لنادي سموحة. عزب، رؤوف الصفواني، رؤوف بنتريشن على الباسكت يلمها جازو، ما يجيبهاش، يلمها إيهاب أمين. فاست بريك للنادي الأهلي، فاست بريك، حاتم البحيري يضيعها. فاست بريك لنادي سموحة. أدم وساكا، وخطأ شخصي على عبد الفضيل، ورمية حرة إضافية لنادي سموحة. أدم وساكا المحترف الأمريكي لنادي سموحة. الخطأ الشخصي الأول على عبد الفضيل إبراهيم لاعب النادي الأهلي. أدم وساكا رمية إضافية، وان مور. أدموا يضيعها، يلم عمرو الجندي ريباوند. حاتم البحيري، إيهاب أمين من البيز لاين. إيهاب أمين جوه الباسكت، دانك إيهاب أمين، دخل بشكل جمالي من البيز لاين، طلع حط دانك. 58-42 لصالح النادي الأهلي. الهجمة مع نادي سموحة، شريف الدياستي لأدم واساكا على 3 بوينت، ما تجيش، يلمها عبد الفضيل، بوكس اوت ويلمها بشكل جيد. برافو عبد الفضيل. حاتم البحيري ترن اوفر، أدم واساكا دانك. اتقطعت الكرة من حاتم البحيري. يلا يا حاتم، ولا يهمك. 14 بونت لصالح النادي الأهلي، 58-44، باقي 8 دقائق وثانية على نهاية الفترة الثالثة. مباراة ممتعة يا جماعة. الهجمة مع النادي الأهلي، وبرغم السكور ما تعرفش، خطأ شخصي على مهند الصباغ. برغم تقدم النادي الأهلي بفارق 14 نقطة، إلا أن في لعبة كرة السلة مش ممكن تخمن مين الفرقة اللي هتكسب إلا في الثانية الأخيرة. إيهاب أمين بنتريشن، وخطأ شخصي على شريف الدياستي، ولا على إبراهيم خالد، خطأ شخصي على شريف الدياستي. الخطأ الشخصي الأول على شريف الدياستي. بيغيب النهاردة عن النادي الأهلي للإصابة لاعبنا أحمد السلعاوي ومحمد مصطفى مودي
واحمد حمدي، وبيغيب ايضا عن مقاعد البدلاء اسطوره النادي الاهلي المدير الاداري الكابتن طارق الغنام اللي بنتمنى له الشفاء اثر تعرضه لعدوى لفيروس كورونا كوفيد 19. هجمه لنادي سموحه، سلامات يا غنام. الهجمه مع نادي سموحه، شريف الدياستي، شريف الدياستي، شريف الدياستي، عبد الفضيل، وخطا شخصي على عبد الفضيل. كابتن محمود ابراهيم حكمنا الاول بيقول له خطا شخصي عليك يا عبد الفضيل. اوتسايد الحد الجانبي لنادي سموحه، مهند صباغ، صباغ للدياستي، لمهند الصباغ، مهند الصباغ ابن نادي الاتحاد السكندري، عيلة الصباغ من أعرق العائلات داخل نادي الاتحاد السكندري. فاول كاونت لمهند الصباغ ورمية حرة إضافية. خطأ الشخص الثالث على عبد الفضيل اللي زي ما حضراتكم شايفين هيجيبه سيف سمير. ينزل سيف سمير رقم 8 في النادي الأهلي مكان عبد الفضيل اللي حتى خروجه من المباراة منذ نزوله وإشراكه في المباراة بدلا من عمر طارق اللي حصل على 2 خطأ فني تكنيكال فاول واستبعد من المباراة، ظهر عبد الفضيل بمظهر كويس. بريس بطول الملعب من نادي سموحة، حاتم البحيري لإيهاب أمين، إيهاب أمين، إيهاب أمين، والفيداوي وسيف سمير ريباوند وجوه الباسكت، ريباوند اوفنس لسيف سمير، رمي الباسكت للنادي الاهلي 62-47، 15 نقطة لصالح النادي الاهلي وباقي 6 دقايق. ايهاب امين، مهند الصباغ، شريف الدياستي 3 بوينت ما يجيبهاش، يلم ايهاب امين، فاست بريك، يلا يا بوب، فاست بريك، فاست بريك ايهاب امين، عمرو الجندي محاولة بنتريشن، عمرو الجندي كيك اوت لاحمد مهيب، دخول من البيز لاين، من البيز لاين جوه الباسكت، احمد مهيب جوه الباسكت يا جماعه، احمد مهيب 62-47 لصالح النادي الاهلي، 6 دقائق و14 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه، وهنشوف الحيازه مع مين بعد تعديلات قانون كرة السلة. كان الكورة اللي بيمسكها 2 لعيبة مع بعض جامبول، كان بيتعمل جامبول من أقرب مكان في الملعب للدايرة، أقرب دايرة في الملعب نص الملعب أو على البوست بتاع الفاول شوتينج. بعد التعديلات بقى في حيازة، كل فرقة بتستحوذ على الكورة بالتناول. هجمة مع نادي سموحة، مهند الصباغ حاول الدخول وفي الأوتسايد بيقول له، بيقول له انا مديها لك في البيز لاين لعمر لرؤوف الصفواني، اوتسايد للنادي الاهلي. حاتم البحيري 64-47، حاتم، حاتم البحيري، هبقى مين، حاتم البحيري يباصي السيف، تتقطع، تتقطع تيرن اوفر على حاتم البحيري. مهند لادم وساكا لرؤوف لكيك اوت ل احمد عزب، ما تجيش، اوتسايد على حاتم البحيري، جترا يا ولد. حاتم البحيري اللي دخل في الريباوند، دخل في الريباوند، وقعت الكره من ايده، اوتسايد لصالح نادي سموحه. 5 دقائق 38 ثانيه على نهايه الفتره الثالثه، 64-47 لصالح النادي الاهلي اللي بيظهر لعيبته النهارده بمستوى مغاير عن مستوى مباريات الدور الأول اللي تأثر فيها الفريق تأثر كبير جدا بالإصابات و بعدوى بعض اللاعبين لفيروس كوفيد 19. ربنا يحفظ لاعبتنا كلهم. أوتسايد للنادي الأهلي، حاتم البحيري لإيهاب أمين، لحاتم البحيري في مركز صانع الألعاب، إيهاب أمين، نادي سموحة بيلعب 2-3 زون 2-3، كيك أوت لحاتم البحيري، حاتم البحيري
تتقطع ادم واساكا وفاست بريك 3 على 2. مهند الصباغ لادم واساكا ومعاه ايهاب امين وجوه الباسكت 64-49 لصالح النادي الاهلي. ما ننامش يا رجاله، ما ننامش يا رجاله. مهيب ايهاب امين، ايهاب امين تاني و 3 بوينت ما تجيش، يلمها عمرو الجندي. كويس يا عمرو، عمرو الجندي وخطا شخصي على اللاعب نادي سموحه شريف الدياستي، الخطا الشخصي الثاني اللي يستوجب رميتين حرتين للاعب النادي الاهلي اللاعب عمرو الجندي، ونزول للكابيتانو مودي الجرحي بدلا من حاتم البحيري. 4:43 على نهايه الفتره الثالثه، 64-49 لصالح النادي الاهلي، رميتين حرتين لعمرو الجندي من النادي الاهلي. على التنفيذ عمرو الجندي الرميه الحره الاولى جوه الباسكت، برافو يا عمرو، برافو يا جندي. الرميه الحره الثانيه جوه الباسكت، فايق يا جماعه عمرو الجندي، لعيبه النادي الاهلي فايقه، بسم الله ما شاء الله يا جماعه لعيبه النادي الاهلي فايقه النهارده، بيعملوا مباراه استكمال لمباراه الجزيره في الجوله السابقه اللي فاز فيها النادي الاهلي على نادي الجزيره ب 4 خطأ شخصي على النادي الاهلي على مودي الجرحي، استوجب اوتسايد من الحد النهائي من البيز لاين. عمرو الجندي يقول له الفاول مش عليا، رميتين حرتين لتجاوز الفريقين الاربع اخطاء شخصيه، يعني اي فاول للفرقتين هيشوت تو شوتس. يحرز الرميه الاولى رؤوف الصفاني، والرميه الثانيه جوه الباسكت، بيطالب عمرو الجندي بفاول، عمرو الجندي من مودي الجرحي، بريس بريس وخطا شخصي على احمد عزب كابتن فريق نادي سموحه، بيشير اليه الكابتن محمود ابراهيم الحكم الاول للمباراه، يستوجب رميتين حرتين لعمرو الجندي من نادي الاهلي. 66-51 4:31 عمرو الجندي يضيع الرميه الاولى، يشجعه ايهاب امين، يلا يا عمرو يلا يا عمرو جوه الباسكت عمرو الجندي. 67-51 4:10 على نهايه الفتره الثالثه، الهجمه مع نادي سموحه، شريف الدياستي ومحاوله الدخول، شريف الدياستي يوقفه سيف سمير لرؤوف لشريف الدياستي، جود ديفنس يا جماعه جود ديفنس. ادم واساكا وخطا شخصي على ايهاب امين، الخطا الشخصي الثاني، خطا الشخص الثاني على ايهاب امين، يستوجب رميتين حرتين لصالح نادي سموحه، وبيخرج عمرو الجندي وبينزل ابو كايرو اليكس يانج المحترف الامريكي في صفوف النادي الاهلي اللي بيعتبر من احسن المحترفين في فرق الدوري الممتاز. اليكس يانج ادموا ساكا المحترف الامريكي في نادي سموحه يضيع الرميه الاولى ويحرز الرميه الثانيه. 52 سموحه 67 النادي الاهلي. نادي سموحه بيلعب بريس وترابات على كل سايد وبيرجع على زون 2-3. ايهاب امين، ايهاب امين و ستيل من ادم واساكا، يحاول يقطعها اب امين. عمر عزب نادي سموحه، كيك اوت لرؤوف لشريف الدياستي انسايد تحت الباسكت، شريف الدياستي وكيك اوت تاني ل
رؤوف اللي بيشوط 3 بوينت ما تجيش يلمها أليكس يانج. تيرن اوفر من إيهاب أمين وخطأ شخصي على مودي الجرحي من نادي الأهلي. رميتين حرتين لصالح نادي سموحة. رميتين حرتين وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن سيد مصطفى المدرب العام للنادي الأهلي والكابتن أحمد الجرحي بيتكلموا مع مودي الجرحي ومع مهيب في حاجة في الديفنس، حاجة في الديفنس الكابتن أشرف توفيق بيوجه أحمد مهيب ليها. مودي الجرحي خطأ شخصي لمودي الجرحي يا جماعة، الخطأ الشخصي لمودي الجرحي مش على مودي الجرحي. يحرز الرمية الحرة الأولى مودي الجرحي والرمية الحرة الثانية جوه الباسكت. برافو يا مودي كابتن النادي الأهلي مودي الجرحي الشقيق الأصغر للكابتن أحمد الجرحي المدرب العام. 69-52 لصالح النادي الأهلي. هجمة مع نادي سموحة. أحمد عزب لجازو لرؤوف لعزب تاني عمر عزب. عندنا جماعة عمر عزب وأحمد عزب شقيقين جوه الملعب و تتعلق الكورة في الحلقة ينزلها سيف سمير كده تبقى الكورة جامبول. وزي ما قلنا لحضراتكم إن ما بقاش في جامبول بقى في حيازة لكل فرقة. زوم بريس 2-2-1 من نادي سموحة يعدي النادي الأهلي. مودي الجرحي أحمد مهيب لإيهاب أمين. 8 ثواني على نهاية الهجمة. مودي الجرحي سكرين من أليكس. أحمد مهيب أحمد مهيب اللي بيحاول يشوط لسيف سمير. سيف سمير وينتهي ال 24 ثانية زمن الهجمة للنادي الأهلي. تتنقل الكورة لنادي سموحة. الهجمة مع نادي سموحة. عمر عزب صانع الألعاب لنادي سموحة. نزل مؤمن أبو العينين وخرج شريف الدياستي. رؤوف رؤوف الصفواني يقطع له عمر عزب. برافو يا مودي. ستيل ستيل من مودي الجرحي وفاست بريك. إيهاب أمين إيهاب أمين لسيف سمير. سيف سمير لأليكس يانج. لسيف سمير يلف سيف كيك أوت. أحمد مهيب أحمد مهيب ملك الثلاثيات. أحمد مهيب أحمد مهيب مزيكا يا جماعة. 72-52 20 نقطة فرق لصالح النادي الأهلي. مباراة جميلة ومباراة ممتعة من جانب لاعبي النادي الأهلي اللي بيصالحوا جماهيرهم عن نتائج الدور الأولاني واللي عهدوا أنفسهم وعهدوا جماهيرهم إن هم إن شاء الله وبعون الله مفيش تنازل عن بطولة الدوري وعن بطولة الكاس. بالتوفيق يا رجالة. مودي الجرحي مودي الجرحي زون ديفنس من نادي سموحة. أليكس يانج على البوست لمودي الجرحي لأحمد مهيب. أحمد مهيب بنتريشن و 3 بوينت. هو الراجل ده ما تجيش. اوتسايد اوتسايد. جود تراي يا مهيب جود تراي احمد مهيب. وتغيير في صفوف نادي سموحة. بيخرج احمد عزب كابتن الفريق وبينزل اللاعب احمد عمارة. هجمة مع نادي سموحة. عمر عزب يخرج احمد عزب واللي معانا في الملعب عمر عزب الشقيق الاصغر. جازو جازو برافو. إيهاب أمين جود ديفنس جود ديفنس. يقطع الكرة قبل ما الراجل يستلم رؤوف الصفواني تحت الباسكت. جود ديفنس يا إيهاب. مان تو مان النادي الأهلي. أليكس يانج أليكس يانج وأوتسايد ستيل من أليكس يانج. ما يقدرش بالكرة يفقد توازنه تخرج الكرة اوتسايد. هجمه تاني مع نادي سموحه. رؤوف صفواني مع سيف سمير ليرجع تاني. مؤمن ابو العينين وخطا شخصي خطا شخصي على سيف سمير الخطا الشخصي الاول.
36 ثانية على نهاية الفترة الثالثة، 72-54 لصالح النادي الأهلي، 18 نقطة. هنعيد تاني ونقول يا جماعة صالة النادي الأهلي بالجزيرة، مفيش حد بيحضر المباراة إلا الجهاز الفني والإداري والطبي للفريقين وحكام المباراة وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. إيهاب أمين، مهيب لمودي الجرح تاني، 25 ثانية، 10 ثواني على نهاية الهجمة، كرة مع النادي الأهلي، أحمد مهيب لأليكس يانج، أليكس يانج، أليكس يانج لأحمد مهيب، ثانيتين، ثانية، ينتهي زمن الهجمة، ينتهي زمن الهجمة، 11 ثانية وسبعة من عشرة على نهاية أحداث الفترة الثالثة، 72-56 لصالح النادي الأهلي. بيحضر المباراة من مجلس إدارة النادي الأهلي السيد الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأستاذ محمد الضماطي، عضو مجلس الإدارة كابتن رؤوف عبد القادر، الكابتن ياسر الرملي نائب مدير النشاط الرياضي، كابتن ياسر الدكتور ياسر نصير نائب مدير النشاط الرياضي، والأستاذ خالد مرسي مدير مقر الجزيرة، واللي كان بيحضر من شوية المباراة الأولى وجزء من هذه المباراة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي المشرف على الجهاز التنفيذي. وخطأ، طرد اللاعب نادي سموحة عمر عزب، طرد النادي سموحة عمر عزب، يطرده الكابتن محمود ابراهيم، بيعترض ان هو ليه فاول. طرد للاعب نادي سموحة عمر عزب. صراحة يا جماعة حكام المباراة النهاردة ماشيين بالمباراة بشكل جيد، قرارات جيدة، وإن كان هناك بعض الأخطاء فهذه الأخطاء وارد يا جماعة، وارد الأخطاء، لكن بشكل عام حكام المباراة بيديروا المباراة بشكل جيد بقيادة فنية من الكابتن محمد يونس حكمنا الدولي السابق ومراقب المباراة. وزي ما قلنا قبل كده حكام مباراة اليوم، حكم أول الكابتن محمود إبراهيم، حكم الثاني الكابتن محمود جمال، حكم ثالث كابتن مروان فتحي، مسجل حبيبة خالد بن عيسى، مقاطي الكابتن آية خالد، 24 ثانية الكابتن إسلام عصمت، مساعد مسجل الكابتن عمر عز. بنبارك طبعا للكابتن آية خالد حكمتنا الدولية، ترشيحها للمشاركة في تحكيم مباريات بطولة العالم تحت 19 سنة ناشئات اللي هتقام في المجر من 7-15/8/2021. هنعود تاني للمباراة، هنعود للمباراة. خطأ فني واستبعاد من المباراة للاعب نادي سموح اللاعب رقم 8 عمر عزب. نادي الأهلي هيشوط ثلاث رميات، رميتين الخطأ لأليكس يانج ورمية الخطأ الفني على اللاعب واستبعاده من المباراة. كده عندنا اتنين لعيبة تم استبعادهم من المباراة، لكن عمر طارق من نادي الأهلي اللي حصل على اتنين تكنيكال فاول استبعد من المباراة ولن يتم إيقافه. أما لاعب نادي سموحة عمر عزب ده استبعاد نهائي من المباراة واستبعاد مباشر، أعتقد إن بيتم كتابة تقرير من مراقب وحكم المباراة عما حدث من اللاعب ويتم إيقاف اللاعب مباراتين. نادي سموحة عنده مباراتين
غايه في الصعوبه بعد مباراه الاهلي، عنده الاتحاد السكندري وعنده طلائع الجيش. عوده تاني للمباراه وخمس ثواني على نهايه الفتره الثالثه. اهاب امين يشوط، مودي الجرحي، مودي الجرحي لمها، مودي الجرحي. تنتهي احداث الفتره الثالثه 75-56 لصالح النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، الروح من على البنش من لاعبي النادي الاهلي، الروح من على البنش. نص المكسب. نعود تاني لحضراتكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لأحداث الفترة الرابعة والأخيرة من مباراة النادي الأهلي ونادي سموحة، مباراة الجولة رقم 12 الدور الثاني للمرحلة الترتيبية للدوري الممتاز. انتهت أحداث الفترة الثالثة بتقدم النادي الأهلي 75-56، فارق 19 نقطة في ظهور جيد للاعبي النادي الأهلي واستكمال لسلسلة النتائج الجيدة بعد عودة المصابين واكتمال صفوف الفريق على الرغم من وجود بعض الإصابات اللي بيقدر الكابتن أشرف توفيق وجهازه كابتن سيد مصطفى وكابتن احمد الجرحي ان هم يعوضوا غيابات اللاعبين من الناشئين. النادي الاهلي بيملك ذخيره من الناشئين. هجمه مع نادي سموحه، عوده للمباراه. رؤوف، عماره لمؤمن، لجازو تحت الباسكت، انسايد انسايد يقطعها اب امين، ستيل، برافو يا اهاب. إيهاب أمين لأحمد مهيب لأليكس يانج و 3 بوينت أليكس، 3 بوينت أليكس ما تجيش. يلمها عمارة من نادي سموحة، أحمد عمارة، مؤمن لعمارة تاني ل 3 بوينت، 3 بوينت من عمارة جوه الباسكت، جوه الباسكت يتقلص الفارق وخطأ شخصي على عمارة، يتقلص الفارق إلى 16 نقطة 75-59، 9 دقايق و19 ثانية على نهاية الفترة الرابعة 75-59. مودي الجرحي، وزي ما حضراتكم شايفين أبو النصر بيجهز بره، أليكس يانج، أحمد مهيب، أحمد مهيب لأليكس يانج اللي بيستلم وبيشوط جوه الباسكت، ميديم شوت، ميديم شوت من أليكس يانج جوه الباسكت. 77 18 بونت، 77-59 للنادي الأهلي. مؤمن، مهند صباغ آسف، يقطع كورة أليكس، ستيل من أليكس، إيهاب أمين، إيهاب أمين جوه الباسكت، إيهاب أمين جوه الباسكت، جوه الباسكت إيهاب أمين، برافو إيهاب. مهند صباغ، مهند صباغ لمؤمن بره اوتسايد، تيرن اوفر على مؤمن، على مهند صباغ. 20 نقطة فرق، 79-59 لصالح النادي الأهلي. أليكس يانج المودي الجرحي، هجمة مع النادي الأهلي، 8 دقايق و18 ثانية. نزل أبو النصر، نزل أبو النصر وخرج أحمد مهيب. إيهاب أمين، مودي الجرحي، إيهاب أمين، أبو النصر، إنسايد لسيف سمير، إنسايد بيطالب بفاول، سيف سمير ياخدها تاني، خمس ثواني، مودي الجرحي، مودي الجرحي ما تجيش، أبو النصر، أبو النصر تحت الباسكت، تيرن أوفر من أبو النصر، يقطعها عمارة لمؤمن، لعمارة، مودي الجرحي، برافو يا مودي، برافو يا مودي. يرجع مودي الجرحي من اخر الملعب سبرنت، يقطع كوره قبل ما توصل لاحمد عماره تحت الباسكت. مستوى جيد النهارده من مودي الجرحي، اوتسايد لصالح نادي سموحه.
احمد عزب مؤمن لجازو، 3 بونت يلمها ايهاب امين بيخش يا جماعه في الريباوند في الديفنس. الراجل عامل النهارده ريباوند كتير جدا تحت الباسكت، اوتسايد على النادي الاهلي. احمد عزب لعماره في مركز صانع الالعاب، احمد عماره بيلعب صانع العاب وبيلعب جارد. عزب ادموا ساكا، ثلاثيه من عماره ما تجيش، يلمها اليكس يانج. هجمه مع النادي الاهلي مودي الجرحي، ايهاب امين، ابو النصر لمودي الجرحي، لايهاب امين مره ثانيه، سيف سمير، ايهاب امين، كيك اوت لابو النصر، 5 ثواني على نهايه الهجمه. ياخد الكوره احمد عزب برجليه وبيشاور الكابتن محمود ابراهيم للترابيزه لاعاده الهجمه، 14 ثانيه من المنطقه الاماميه للنادي الاهلي. مودي الجرحي لايهاب امين تاني اللي بيحاول يخش بنتريشن، وخطا شخصي لايهاب امين، يستوجب رميتين حرتين على لاعب نادي سموحه المحترف الامريكي ادموا ساكا. الخطا الشخصي الثاني. 6 دقائق 57 ثانيه على نهايه المباراه والفتره الرابعه. 80 النادي الاهلي، 59 نادي سموحه. ايهاب امين والرميه الحره الثانيه، احرز الرميه الاولى ايهاب امين ويحرز الرميه الحره الثانيه. برافو يا بوب، مستوى جيد لايهاب امين. هجمه مع نادي سموحه، عمر، احمد عزب لجازو، ادموا ساكا، احمد عماره، مؤمن ابو العينين بنتريشن من مؤمن ابو العينين لجازو، بلوك من سيف سمير، لكن حكمنا مروان فتحي بيحسب خطا شخصي على سيف سمير من نادي الاهلي، وبيطالب لاعبي نادي سموحه ان الكوره تتحسب كاونت لانها كانت فوق الاسطوانه الوهميه. رميه حره اضافيه، خطا شخصي على سيف سمير، الخطا الشخصي الثاني. 81-72 لصالح النادي الاهلي، بريس بطول الملعب من نادي سموحه، عايز يعوض الفارق يا جماعه الكابتن ايمن المطراوي. 81-62 مودي الجرحي لايهاب امين، ايهاب امين لاليكس يانج، اليكس يانج وسكرين من سيف سمير لايهاب امين، و3 بوينت، 3 بوينت جوه الباسكت ايهاب امين جوه الباسكت. مباراه هايله لايهاب امين النهارده يا جماعه. هجمه مع نادي سموحه، 84-62 لصالح النادي الاهلي. احمد عماره من نادي سموحه، 7 ثواني على نهايه الهجمه لعزب، يلمها سيف سمير، مودي الجرحي ايهاب امين و3 بوينت ايهاب امين، ما تجيش، يلمها ادموا ساكا، ادموا لعماره، احمد عماره، عزب، جازو، ادموا ساكا مع ابو النصر، وخطأ شخصي على محمود ابو النصر لاعب النادي الاهلي، يستوجب رميتين حرتين. تغيير لنادي سموحه، الخطأ الشخصي الثاني على ابو النصر، وخروج لايهاب امين، ومشاركه للمخضرم ابراهيم الجمال العائد من الاصابه، اول مباراه يا جماعه لابراهيم الجمال منذ عودته من الاصابه. سلامات يا جيمي. ابراهيم الجمال من الاعمده الرئيسيه لفريق النادي الاهلي، ماكينه من ماكينات الثلاثيات. اليكس يانج للجمال لمودي الجرحي، للجمال مره ثانيه،
سيف سمير ابو النصر ومعاه شريف الدياستي، ابو النصر للجمال وميديم شوت ما تجيش، يلمها الجمال تاني لابو النصر، اليكس يانج، اليكس يانج، اليكس يانج، 3 بوينت، 3 بوينت، اليكس يانج، مهرجان، مهرجان 3 بوينت يا جماعه من لاعبي النادي الاهلي النهارده. هجمه مع نادي سموحه 87 63 لصالح النادي الاهلي، 24 نقطه لصالح فرق لصالح النادي الاهلي، وخطا شخصي على سيف سمير، الخطا الشخصي الثالث يستوجب رميتين حرتين للمحترف الامريكي بنادي سموحه ادم واساكا. 87 63 لصالح النادي الاهلي، 4 دقائق 45 ثانيه، ادموا يحرز الرميه الاولى، ادموا، ادموا ساكا يضيع الرميه الثانيه. بنشكر يا جماعه الجهاز الفني والاداري والطبي لنادي سموحه والعقيد احمد عجلان عضو مجلس اداره نادي سموحه المشرف العام على الباسكت لتعاونهم التام مع امن النادي الاهلي في الدخول الصاله. مفيش حد جوه الصاله يا جماعه الا الفرقتين واعضاء مجلس الاداره والحكام. تجاوب تام من لاعبي وجهاز نادي سموحه. اليكس يانج دانك يا اليكس، دانك يا اليكس، اليكس يانج، وتايم اوت، تايم اوت لنادي سموحه يطلبه الكابتن ايمن المطراوي بعد ارتفاع النتيجه الى 89 64 لصالح النادي الاهلي، 89 64 لصالح النادي الاهلي، 4 دقائق و10 ثواني. زي ما كنا بنقول لحضراتكم تجاوب تام من الجهاز الفني والاداري والطبي لنادي سموحه في دخول المباراة، اللي عارفين وهم جايين ان النادي الاهلي هيطبق اللوائح اللي اقرها الاتحاد المصري لكرة السلة واللي بيصمم عليها النادي الاهلي في مبارياته. وقيمت قبل مباراتنا مباراة الفريق الاول للكرة الطايرة رجال بالنادي الاهلي نجوم الماسترز مع نادي بتروجيت، واللي تشرفنا في قناة النادي الاهلي بنقل المباراة، فاز النادي الاهلي 3-0 على نادي بتروجيت، وكانت الصالة بتاعت النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين مجهود كبير من الادارة التنفيذية بالنادي الاهلي ومجهود كبير من اللواء علاء صلاح مدير امن النادي ورجال امن النادي الاهلي اللي واقفين برا الصالة وجوه الصالة، والتزام تام من جميع لاعبي ومدربي واعضاء النادي الاهلي. اي حد كان بيجي عند الصاله الناس بتقول له محدش هيخش، محدش بيخش، كل الناس ملتزمه. تطبيق القانون وتطبيق اللوائح مهم يا جماعه. عوده تاني للمباراه، احمد عماره من نادي سموحه، شريف الدياستي، ادم واساكا يعمل له سكرين جازو، ادم واساكا انسايد لشريف الدياستي، وخطا شخصي على ابو النصر، خطا شخصي على ابو النصر. النادي الاهلي تخطى الاربع اخطاء شخصيه في الفتره الرابعه، اي خطا شخصي على النادي الاهلي هيستوجب رميتين حرتين لنادي سموحه. يضيع شريف الدياستي الرميه الاولى، ابو النصر خطأ شخصي على ابو النصر الخطأ الشخصي الثالث، ويحرز شريف الدياستي الرمية الحرة الثانية. اليكس يانج المودي الجرحي، مودي الجرحي صانع العاب النادي الاهلي، صانع الالعاب المخضرم، ابراهيم الجمال، ابراهيم الجمال، جيمي كيك اوت لاليكس يانج، اليكس يانج، اليكس يانج، اليكس يانج، اليكس يانج، و 3 بوينت ما تجيش، ما تجيش، اوتسايد، تطلع اوتسايد، اوتسايد لصالح نادي سموحه، 3 دقائق و30 ثانيه، 91 65، 26 بونت فارق لصالح النادي الاهلي. احمد عماره، شريف الدياستي، ادم واساكا،
ادم واساكا ونزل عبد الفضيل بدل سيف سمير، شريف الدياستي ومعاه مدير جرحي، جازو 3 بوينت جازو سموحه 68-91 لصالح النادي الاهلي، 3 دقائق بالظبط. ابو النصر عبد الفضيل، برافو عبد الفضيل جوه الباسكت. الراجل ده بيعمل مباراه كبيره يا جماعه النهارده، الراجل ده بيقدم اوراق اعتماده للكابتن اشرف توفيق النهارده والجماهير النادي الاهلي. بعد خروج عمر طارق لحصوله على 2 خطأ فني، نزل عبد الفضيل اللي بيأدي مباراة كبيرة جدا، باسكت كاونت وان مور، ويحرز الرمية الأولى بيلغيها الكابتن محمود إبراهيم، بيقول له أنت دايس على خط الرمية الحرة، مخالفة وعودة لأحمد حمدي بدلا من أليكس يانج. أحمد حمدي عائد من الإصابة أحمد حمدي كابتن أشرف توفيق بعد السكور ما وصل ل 93-68 بيستغل الوقت المتبقي إنه يرجع لعيبته اللي راجعين من الإصابة، لعيبة مهمين، إبراهيم الجمال وأحمد حمدي لعيبة مهمين ولعيبة مؤثرين في مسيرة الفريق حتى انتهاء الدوري. خطأ شخصي لإبراهيم الجمال على احمد عزب كابيتانو سموحه، اوتسايد، خطا الشخصي الرابع على نادي سموحه، الخطا الشخصي الجاي النادي الاهلي، شوت رميتين حرتين. ابو النصر لاحمد حمدي اللي لسه نازل 3 بوينت ما تجيش، عبد الفضيل يلمها، احمد عزب فاست بريك، ادموا ساكا باسكت، ادم واساكا جوه الباسكت، 93 دقيقتين و10 ثواني، خمس ثواني على عبد الفضيل. الراجل معرفش يطلع الكوره، 5 ثواني، خطا ارتكاب الخمس ثواني. شريف الدياستي لجازو 3 بوينت، جازو 3 بوينت جوه الباسكت. يلا يا رجالة الاهلي نفوق تاني، 93-75 يتقلص الفارق الى 93-75. مدير جرحي، عبد الفضيل وخطأ شخصي على احمد عمارة، بيشير لي الكابتن محمود ابراهيم، الخطأ الشخصي الثاني على احمد عمارة لاعب نادي سموحة اللي بيستوجب رميتين حرتين للنادي الاهلي. عبد الفضيل اللي مقدم مباراة جيدة ديفنس واوفنس، يحرز الرمية الاولى، 94-75 عبد الفضيل، الرمية الحرة الثانية على التنفيذ عبد الفضيل، يحرز يلمها مودي الجرحي، برافو يا مودي. الجمال، ابو النصر 3 بوينت ما تجيش، يلمها جازو لعمارة من سموحه، هجمه مع نادي سموحه، مان تو مان من نادي الاهلي، احمد حمدي مع شريف الدياستي، وخطا شخصي بالخبره شريف الدياستي، يحصل شريف الدياستي على خطا شخصي على احمد حمدي، الخطا الشخصي الاول، لاعب خبره شريف الدياستي من لاعبي وناشئي وابناء النادي الاهلي، لعب في النادي الاهلي منذ الناشئين ثم الدرجه الاولى ثم انتقل الى نادي سموحه، يحرز الرميه الاولى شريف الدياستي، الشقيق الاصغر للكابتن رامي الدياستي لاعب النادي الاهلي السابق، ويحرز الرميه الثانيه، 94-77. ابو النصر ومعاه عمارة، ابو النصر، عبد الفضيل يقطع مودي الجرحي، ما يعرفش يستلم الكوره، هارد لاك يا مودي، جود موف يا مودي، تايم اوت يطلبه الكابتن ايمن المطراوي المدير الفني لنادي سموحه. قبل المباراه يا جماعه حاله من الود
بين لاعبي نادي سموحه والكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن اشرف توفيق كان مدرب المدير الفني لنادي سموحه وحصل معاهم على ثالث افريقيا في بطوله الافرو ليج اللي اتلعبت من سنتين، وعمل نتائج جميله ونتائج كويسه جدا مع فرقه سموحه. تايم اوت 94-77 لصالح النادي الاهلي. بكده ان شاء الله مع انتهاء المباراه المتبقي فيها دقيقه وتسع ثواني هيرتفع رصيد النادي الاهلي الى 19 نقطه في المركز الرابع، ويرتفع رصيد نادي سموحه الى 14 نقطه في المركز السادس. انتهي الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن ايمن المطراوي المدير الفني لنادي سموحه. هنعود تاني للمباراه، دقيقه وتسع ثواني على نهايه المباراه، 94-77 لصالح النادي الاهلي. مباراه ممتعه من جانب لاعبي النادي الاهلي. اوتسايد، عزب وخطا شخصي، خطا شخصي على ابو النصر يستوجب ثلاث رميات حره. الراجل كان بيشوط 3 بوينت من خارج القوس، قوس الرميه الثلاثيه، يرتكب معاه ابو النصر الخطا الشخصي الرابع يستوجب ثلاث رميات حره. احمد عزب يحرز الرميه الاولى، 78 سموحه 94 النادي الاهلي، ويحرز الرميه الثانيه 79-94. احمد عزب كابيتانو نادي سموحه، ويحرز الرميه الثالثه 94-80 لصالح النادي الاهلي. مجنونه مجنونه كره السله، مجنونة الساحرة البرتقالية. في ثانية من 26 بونت 25 بونت ينزل السكور ل 14 بونت. عبد الفضيل من النادي الأهلي، تيرن أوفر، أحمد عمارة، محاولة لتقليص الفارق من لاعبي نادي سموحة. 3 بوينت يلمها عزب لجازو لعمارة على 3 بوينت، عمارة على 3 بوينت، يحرز عمارة 3 بوينت 11 نقطة، 94-83 لصالح النادي الأهلي. مودي الجرحي أبو النصر بريس بطول الملعب من لاعبي سموحة، يعدي مودي الجرحي. أحمد حمدي خطأ شخصي، خطأ شخصي على جازو من نادي سموحة. 25 ثانية على نهاية المباراة، رميتين حرتين للاعب النادي الأهلي أحمد حمدي العائد من الإصابة. يضيع احمد حمدي الرميه الاولى، ولا يهمك يا ابو حميد. الرميه الحره الثانيه، الرميه الحره الثانيه احمد حمدي يضيعها، يلمها عماره، فاست بريك لنادي سموحه، يقطعها عبد الفضيل ادم واسكا، وخطا شخصي، خطا شخصي على احمد حمدي لاعب النادي الاهلي يستوجب رميتين حرتين للمحترف الامريكي في صفوف نادي سموحه ادم واسكا. في خطا الشخص الثاني على احمد حمدي، يحرز الرميه الاولى ادم وا. 94-84 لصالح النادي الاهلي، 18 ثانيه و2 من عشره، ويحرز الرميه الثانيه 9 بونت 94-85. ابراهيم الجمال، ابو النصر، وتراب، تراب، وخطأ شخصي على أحمد عزب. بيحاول لعيب سموحة، عمل ترابات على لعيب النادي الأهلي على الخطوط الجانبية على الصيد عشان يقطع الكورة لمحاولة تقليص الفارق. نجح لعيب سموحة أنه يقلصوا الفارق من 25 نقطة إلى 9 نقاط. 16 ثانية على نهاية المباراة، أبو النصر رميتين حرتين، يضيع الرمية الأولى أبو النصر، يلا يا أبو النصر،
رمية الحرة الثانية 16 ثانية، يحرز الرمية الحرة الثانية، تايم اوت، يطلبه الكابتن ايمن المطراوي المدير الفني لنادي سموحة اللي بيحاول يقلص الفارق من 10 نقاط الى اقل. نادي سموحة كسب النادي الاهلي الدور الاولاني 85-83 بفارق 5 نقاط. بيحاول الكابتن ايمن المطراوي انه يقلص الفارق على قد ما يقدر، لو حصل في نهاية الدور اي تعادلات في النقط هيبقى فيه سكور افريج ومواجهات مباشرة بين الفرق، فبيحاول الكابتن ايمن المطراوي يقلل السكور 95-85 لصالح النادي الاهلي، 16 ثانية على نهاية المباراة، مباراة ممتعة من لاعبي النادي الاهلي واستمرار لسلسلة انتصارات الفريق منذ مباريات الدور الثاني. خطأ شخصي، تايم اوت لنادي سموحة، طلب الكابتن ايمن مطراوي ان ياخد التايم اوت وتتلعب الكوره من الحد من المنطقه الاماميه للنادي الاهلي. عماره الادموا ساكا لشريف الدياستي اللي بيشوط 3 بوينت، ما تجيش مودي الجرحي يقف، مودي الجرحي يقف. تنتهي المباراه اعزائي المشاهدين بفوز النادي الاهلي على نادي سموحة 85-95 بفارق 10 نقاط. نرجو ان نكون قد اسعدناكم ونلتقي مع حضراتكم على خير، وانتصارات جديدة لفرق الصالات بالنادي الاهلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.